معقول؟ تحفة يا فواز، ما كنت عارفة ذوقك هالقد حلو. فرشيني فرشيني، والله كتير حلو، يسلموا. شكلها حلو كتير وغالية كتير. بقولنا بقى من زمان الغالي يرخص لها. دخيلك انت، بلاها هالكلمة احسن ما تطلع باسمك ومع شوفيرة كمان. والله عسل مهضومة. قوليلي عارفك؟ تعرف انا كنت ناوي ابرم وجه عليك، لانه المفروض انه انا اللي انزل نقي الشبكة معك، بس شفت ذوقك هالقد حلو خلص سامح. طب الحمد لله جت سليمة المرة دي وعدت. وين بدك تعمل العرس يا فواز؟ عرس مين؟ قصدها يعني الفرح. فرح؟ احنا ما اتفقناش على فرح. والله؟ بدك ياني اتجوز هيك على السكت؟ ليش؟ بشعة ولا فاكهة ولا عورة؟ بشعة ايه وفاكهة ايه؟ ده انتي فاكهة حياتي كلها، اوعي تقولي الكلام ده حبيبتي. بعدين ما احنا كده كده رايحين لبنان شهر عسل. ايه وشو خص هي به؟ ما خصنا انا بدل اتنين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما تتكلمي عن مسلين. بيني وبينك يا ابني يا فواز، هيدي الليلة بتبقى ليلة العمر بالنسبة لكل بنت. بعدين أنا من طريق استعجالك قلت أكيد حاجز بفندق سبعة ستار. فندق سبعة ستار إيه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. ما ينفعش خالص ليش؟ أهو ما ينفعش وخلاص. ما بيصير هيك، هي أول فرحتنا. إيه وأنا مش رح أتجوز بلا فرح وزفة. حلو لقوت إلا تاهت والإله. انت مش عايزة فرح وزفة وجو من ده؟ بره على البركة. احنا هنعمل فرح جميل جدا جدا جدا، بس مش هنا. طيب وين؟ في لبنان. لبنان بقى صحباتك اللي كانوا معاكي من ايام المدرسة كله يجي الفرح، وبكده ابقى عداني العيب وبما يرضي الله. ماشي يا فواز. يا حاج. الحمد لله خير ان شاء الله. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب اقفل انا جاي لك حالا. اهدي وفهميني ايه اللي حصل. مش عارفه فجاه كده طب ساكت. والله كنا قاعدين كويسين، ومن حظي الكويس اني سميحه جت تزورنا، كلمت الحاج وجابوه على الاسعاف على هنا. ايوه يعني طب ازاي؟ كل حاجه شرب حاجه؟ والله ما انا عارف، ده احنا حتى كنا بنعيد. وانا بنت اللي جبتي اجله ورحمه امي يا نعمه، لو ابويا جرى له حاجه لكن مقطعاكي ومشرحاكي 100 حته. ملوش لزوم الكلام ده يا سميحه. اهي كده يا حاج، من ساعه اللي حصل ما حصل ونازله فيها تأنيب وتبكيت زي ما كنا انا اللي وقعته. هو في غيرك يا شر البقر؟ سامع يا حاج؟ خلاص يا سميحه قلنا ده ابويا يا حاج ومالوش استاب. خايفه يا اخويا لا يحصل امي. اهدوا اهدوا، الحكايه ما تستاهلش. هو كويس بس هيقعد معانا شويه في العنايه لما نطمن عليه. العنايه يعني على كده بقى هيبات في الانعاش؟ عادي يا نعمه عادي، لازم الدكتور يطمن عليه. طب يعني اسكيوز مي كده يا دكتور، هو ابويا في ايه بالظبط؟ السلام عليكم ورحمة الله. قلت لك ما تحفش، انت مش قد الحباية دي. شمتان فين يا جوز بنتي؟ بصراحة انا مش قادر امسك نفسي من الضحك. يا راجل ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. تهلكة؟ طبعا، هو في اكتر من التهلكة اللي انت متجوزها دي؟ أنا كنت شغال تمام التمام وفجأة قطعت مية ونور. شغال تمام التمام؟ يكذب يكذب بقى، وانت بين ايدين ربنا هتفول عليا كمان؟ يا عم كلنا بين ايدين ربنا، ما تزعلش نفسك. مش كفاية بوصلين ليلتي؟ يعني خير انت تعمل شر تلقى. هي نعمة معاك بره؟ هي وسميحة.
هيدخلوا لك دلوقتي. قالت لكم حاجه؟ لا اطمن. الحمد لله الدكتور بس هو اللي سيح. كبري عقلك يا مايا، حتى لو ما عمل فرح بالمره هيدي الجوازه بدها تتم. وبعدين هو قال لي انه حيعمل الفرح ببيروت وهذا اللي بدنا اياه. خلاص يا سليم اهدى شوي، احنا ما قلنا شيء. يعني انت ما شايفه غير انا اللي عم بحكي وبنتك اللي عم تخلق المشاكل من تحت الارض؟ هو انا لما بدي اعمل فرح هون بين اصحابي بكون عم بعمل مشكل؟ لك يا بنتي يا مايا، انت ما عارف المصيبه اللي انا فيها. فواز لو ما مضى العقود اللي مستنياه ببيروت انا حيتحجز على كل املاكي وحيعلنوا افلاسي ويشرشحوني على صنوبر بيروت. بدل منك عامل هيك بحالك، احكي مع مروان شريكك يدفع جزء من ديونك وانت سدد له اياهم لما وضعك يتحسن. مروان هيدا راس الافعى واكبر واحد له مصلحه في اعلان افلاسي عشان يستولي على المكتب. عرفتي هلا المصيبه اللي انا فيها يا بنتي؟ خلص يا بابا ما تزعل، رح اعمل مثل ما انت بدك. سوري. سامحيني يا بنتي، لكن هذا هو قدرنا، وعلى الانسان انه يواجه قدره بشجاعه وما يستسلم. وانت هيك برهنتي انك بنت اصل واصول، وانا عمري ما رح انسى هالجميل. الله يحميك يا بنتي. ممكن اعرف ايه اللي مخليكي قلقانه؟ هو قال لك يا اختي على سفره لبنان؟ ايوه قال لي. عادي يا اختي، ما هو بيسافر كتير. لا دي اول مره يسافر فيها لبنان. ومال لبنان زي غيرها، كلها بلاد ربنا. وبعدين هو بيجري ورا اكل عيش ورزق. يا اختي انت بتطمني نفسك ولا بتضحكي عليا؟ والنبي يا هدى تسيبيني في حالي، انا مش طايقه نفسي. يعني انت قلقانه هو زي يا لهوي يا ابني، قلت بعيد بالقرعه دي. ما تاخدي وتدي معايا في الكلام يا انهار، ما احنا الاثنين يا اختي في مركب واحده. عايزاني اقول لك ايه؟ خايفه ومرعوبه اكتر منك 100 مره، اعمل ايه؟ بس هو ممكن يكون مسافر شغل مش كده؟ يا دي نيل على الكوره وسنين الكوره يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في يا رب، قلت في يا رب.